بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب القلب السليم وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا كده نستقبل شهر ربيع الأول، ربيع الأنوار والأسرار، بسر الصلاة والسلام على الحبيب والتقرب إليه وبلوغ المدد منه وحلول البركة في أنفسنا وذرياتنا وأهلنا وأحبابنا والسعادة في الدارين ورفع كل بلاء وضر وشقاء وجلب الخير والرحمة والبركة وتفريج جميع الهموم والقدرات عنا وعن أمة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفتح أبواب الخير عامة وكل نية صالحة وسعادة الدارين الدنيا والآخرة جميعنا برفقة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أعلى درجات الجنة، وهو راض عنا بغير حساب ولا عقاب ولا سابق محاسبة، وممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. ونوينا رضا الرحمن وإسعاد قلب الحبيب العالي القدر العظيم الجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، روحي له الفدا بكثرة الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام، ولتكون لنا علامة يعرفنا يوم القيامة وينادينا بها قدموهم قدموهم، ولتحل علينا البركة وعلى كل من في قلوبنا ومن أوصانا والمسلمين في الدنيا والبرزخ والآخرة. ونوينا الدعاء للمسلمين بالفرج والفرح ورضا الوالدين وصلاح الذرية وسعادة الدارين وحسن الختام. ونوينا ما نوى الإمام الأعظم والنبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خيرات الدنيا والآخرة وصلاح حال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع اللطف والفرج والعافية التامة وتمام المقاصد، وعلى كل نية صالحة من كل ولي وولية من أهل الظاهر والباطن، مع الخير واللطف والعافية يا أكرم الأكرمين. الفاتحة على هذه النية وكل نية صالحة نواها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.